الأشاعي في مسجد الصادق فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كنا اعتدنا احنا اسبوعيا ليلة السبت نصلي ورا سماحة الأستاذ حسن مشيمة، هذه عادة أسبوعية عند الكثير من الشباب. يعني تلك الليلة كانت ليلة مختلفة، والكل يعلم الأحداث التي حدثت في القفول بعد الصلاة. أتممنا الصلاة وما أدري هل في الصلاة أي جريمة، يعني أي جريمة ارتكبناها عندما ذهبنا للصلاة. أتممنا الصلاة، خرجنا من المسجد، بدأ الطلق. أتذكر كان التركيز أكثر شيء على الحديقة المائية، كانوا يطلقون أكثر شيء المطاط والمسيل الدموع على الحديقة المائية. حاولنا نطلع من المنطقة، ركبنا السيارة، حركنا السيارة، نبغي نبحث عن مخرج. كان الوضع متأزم بالداخل، حتى شاهدنا قوات مدنية مسلحة بشكل كبير يعني. فطلعنا، المفاجأة كانت في أول منحنى انحنيناه كنا نشوف قوات مدنية. في البداية حسبناهم فكرناهم أشخاص عاديين، لكن لما اتضحت الرؤية اقتربنا أكثر. كانوا ملثمين مدججين بالسلاح، كانوا يروعون الناس بشكل رهيب. يعني الهيئة كانت شخص ملثم، أعتقد ما تتجاوز أعمارهم 25 سنة، كلهم صغار طبعاً، عندهم برقيات، عندهم أسلحة، كانوا يعملون نوع تحريك السيد، يعني نوع اللي يحركون السير. وصلنا عندهم، طالعنا قال لنا روح، صرخ قال روح. احنا استانسنا قلنا جل فرج، اوريدي يعني مو مرتكبين جريمه بس ما تتوقع منهم خير. طفنا بس تحركنا شوي نوعا ما، دقق في الاشكال، شاف سياره ومشحونه شباب كلهم لابسين اسود، و يمكن صورة الجمري بعد شافها لأنه شقاها وعقب. فصرخ مرة واحدة وقف، هو عند صرخته أنا موقف، ما يعني ما في أي سبيل للهروب، لا يمكن أهرب. هو عند صرخته أنا موقف، هو صارخ وهو يطلق علي. على بعد كم؟ على بعد بيني وبين الطاولة متر واحد أو أقل، هو موجه السلاح وقاعد يطلق علي. ثلاث طلقات كسر لي ثلاث درايش في السيارة. انزلونا بالقوة، في البداية ما كان عندهم قرار، في البداية ودوني لمنطقة معزولة في طبيلة اتذكر، سدحني رد رجعني، خلاني الشباب بعد في منطقة معزولة بين سيارتين، كان يعني ما يبين الا اللي يطوف. كنا 10 اشخاص مستلقين على الارض، ضربونا ضرب مبرح لدرجة كبيرة، وكانوا يتلفظون بألفاظ بذيئة. كانت يادينا وراء الخد على الأرض على الأسفلت بهالطريقة، فقام يجي ذهابا وإيابا فوقنا. عزكم الله يعني كان بيت الهزاز مال الجهار اللي في المائية. حتى كنت أشوف أنا أطالع الشباب اللي صوبي كان يتفنن في الضرب، لما يوصل يوقف فوق واحد من الصبيان يتمرجح كذي ياخذ له وثبة كبيرة ينط فوق ويطيح فوق ظهره. قام يضرب وسب. واتذكر مشهد ما كنت انساه، كنا مسدحين وما نعرف بعض، تونا نتعرف على بعض، نتهامس على خفيف كذا. طافوا نسوان وياهم جهالهم، فشهر السلاح في وجه المرأة وقام يصرخ عليها. المرأة تروعت، الجهال قاموا يصيحون، حتى احنا تأثرنا، يعني كنا في ذاك الحال وكنا متأثرين عدل. الصبيان يقولون طالع ما في قلب احمد، سبانا خب السباين عاد. اتصل لقوات الشغب قال لهم سيدي عندنا 10 خرفان جبناهم حقكم اجلكم الله. شالونا، اتذكر في الجيب كانوا في اشخاص بعثيين، المدنيين كان فيهم بحرينيين كان فيهم بعثيين بعد واجد. يوم يشيلونا كان في اشخاص بعثيين، هذيلين يعني اكثر ناس لاقينا منهم اذى. كان البعثي يقولها بصريح العباره واقولها، كان يتفنن في الضرب والتعذيب، كان يقولها، يسأل واحد من الصبيان اللي كانوا وياي في الجيب يقول له تحب صدام يا ولا، بهاللهجة تحب صدام يا ولا بالعراقي. فالصبي ساكت وهو يضربه،
يقول لي غصبا عنك بتحبه. وصدام قول صدام ربك الأعظم. استغفر الله. يقول لي قول صدام هو ربك الأعظم. وغصبا عنكم بتحبونه يا أولاد المتعة. يقول مثل ما قتلتونا راح نقتلكم يا أولاد المتعة. Thank you.